الناس كانت يعني خالد قمر جاي من اتحاد الشرطه، كل ماتش جونين ثلاثه جونين مش عارف ايه، كان عايزين مكنه اجوان في نادي الزمالك. بس انا يعني وصاحبك في نادي التاني الزمالك برضو انا حسيت، شغال كان ساعتها ايه، باسم مرسي مش راحم نفسه، لا بس بقى الكرة بتعدي من اي حتة تجيبها جول، دلوقتي بص ملوشة معاه لا خالص. ان شاء الله هيفوق. هي بص يا كابتن، هو الفيرود انا الكابتن عبد الحليم علي ده من الشخصيات ده اللي انا جميل بحترمها جدا. جميل. يعني طول السنه اللي فاتت في نادي الزمالك معايا على تليفون، كل ماتش ما اجيبش فيه جون يكلمني. انت انا قعدت سنتين ما اجيبش جوان، ما انت خدت تحطش في منه دماغي، نصيحة؟ خدت منه نصيحة؟ خدت كل حاجه منه. بس خد بالك قالش في نصايحه، ولا في بره كنا بنلعب، في بره كنا لا بنلعب والله كورة، يا اصبر بس، في بره كنا بنلعب كورة وبعدين انا داخل العب ضرب، كنا بنلعب ضربات جزاء، فقال لي بص فوق يمين سنة هتجيبها جون، تعالى فوق يمين سنة هتجيب جون، انا اصلا رجليها الاثنين شمال فجبتها جون، هو اللي داخل بعدين يلعب ضربة الجزاء طلعها بره. لا لا والله يا بص، هو ده كان معايا على طول على في التليف بعد كل ماتش، خالد انت فيرو كويس، انت ما تجيبش جون، يعني زي كان مثلا بيقول ما تجيبش جون، انزل قد اللي عليك في الملعب والجون ده بتاع ربنا هيجي. انا كنت كده في نادي الزمالك يعني، كنت بص ده انت، لا مش انا ده. ده مش انت، ده باسم لا ده. بس انا في ماتش سموحه ده ماتش، الماتش القريب. انا بقول لك بص كابتن الفيرود لازم يروح تحس ويضيع ان هو ويجيب. انت بالظبط، بص نفس الحظ نفس البخت، لا مش بس مش ممكن، هيبقى زي، بس لا مش لا ممكن، اصل باسم عمر ما ضيع فرص كده، بص مش كابتن، ممكن. هو الفيرو ده كابتن يعني قرفه. عنده يعني، يعني بيبقى فيه توفيق، يعني بيبقى عنده توفيق من عند ربنا. هو يعني بس ممكن ما يكونش الفترة دي ما يكونش فيه توفيق، بس لكن ان شاء الله التوفيق هيجي. وزي ما انا مثلا مشيت من الزمالك، طب كمل لي بس النقطة اللي أنت قلتها دي مهمة قوي، فقلت للكابتن علي عبد الغني قول لي فريرة خلاص انا يقعدني، أنا قعدت عايز معاه أقعد. وكان المترجم اللي هو كان قاعد، وكنت قلت له انا دلوقتي الناس كلها بتقول خالد قمر ما ينفعش يعني لازم يقعد، مش انا عايز اقعد، انا مش هقدر اكمل يعني، انا مش عارف. وساعتها انا عينيا دمعت وما كنتش قادر. ياه. والله قال لي بقى بص انت بتنجحني، وانت الكلام اللي انا قلته يعني، انت عندي حاجه في الملعب بتنجحني في الملعب، يبقى اطلعك ازاي؟ لو انت شايف ان انت مش عايز تبقى موجود في الفرقه خالص انا ممكن اطلعك بره، لكن انت بتنجح لي حاجه في الملعب، استحاله ان انا اشيل حد بينجحني. تمام. بس في الفتره دي بقى يعني بدات شويه يعني العب بمزاجي، يعني حتى ما كنتش بلعب شال من عليك الضغوط بقى، خلاص بقى اصل انت هو الراجل انا مقتنع بيك وبقول لك اعمل بالظبط. اللي انا انت دخل واللي انا عايزه ده، حتى ولو مأثر على ان انت ما بتسجلش اهداف، يا عم انا حميك تمام وانا ما عنديش اي مشكله، الفترة فخلاص دي بقى، جبت يعني بتاع 5 تجوان ورا بعض فعلا. يعني في الفترة دي. لعبت بقى فيرود، كان باسم قاعد مش عارف ايه، هو لعبني فيرود، لعبت 3 ماتشات فيرود جبت 3 تجوان، وكنت ماشي معاه يعني الفترة دي كويس يعني. جيت بس في الآخر كنت عايز امشي بقى يعني خلاص يعني. ليه؟ هو بص الناس فانيلة نادي الزمالك، حد يسيب فانيلة نادي الزمالك مش برضه؟ كده، انا ما كانش مع، انا متعود بقالي مثلا 4 سنين هداف فرقتي، كنت يعني بجيب اجوان، الفيرو بيجيب اجوان. جيت في نادي الزمالك جبت 8 تجوان يعني في الدوري كله، اكتر لعيب لعب جبت 8 تجوان. حسيت ان انا اديت في نادي الزمالك وتعبت، بس ما جبتش اللي انت عايزه. ومحدش قدرني، ومحدش يعني مش قدرني، الناس كلها كانت عايزة اكتر من كده الجمهور، انما بالظبط. الاجهزه الفنيه مقدراك. طب وانت يهمك ايه اكتر من انه جهازك الفني يبقى مقتنع ما بيك؟ هو برضو انت في النهايه خد بالك شاركت في عوده بطوله الدوري لنادي الزمالك بعد غاب 10 سنين، شاركت تمام في انه نادي الزمالك يحصل على بطوله كاس مصر. تمام طيب ما ما مش هو انا كنت فاصل خالص، انا فاصل، يعني انا يعني بسمع بس الكلام مش جوايا داخل، يعني خلاص، يعني انا بلعب يعني. ندمان بقى على القرار لو ده انا دلوقتي؟ سمعت للناس انا مش هلعب، انا مش هلعب يا كابتن خالص يعني، لو سمعت مش هلعب. انا كنت بسمع والكلام كان بيوجعني، بس كنت بنزل الماتش بشيل كل حاجه لحد بعد الماتش. انا في ماتشات كنت ببقى موت نفسي فيها، ويعني زي ايه عشان نجيبها لك على لا في الشاشة؟ ماتشات يعني، في ماتش انا يعني في ماتشات كتير والله يعني، مش معظم ماتشاتي في في نادي ايه ماتش الزمالك. اللي انت حسيت ان انت كان لازم تسجل فيه ويعني وعملت فيه اللي وبرضه ما لا كان في ماتش الداخليه في كوره يعني داخلية استحاله اللي السنة اللي خالد فاتت؟ قمر يضيعها، الذهاب اللي هي ولا الكوره اللي الإياب؟ انا بعملها ببطن رجلي وهي على الجون كده جت طالعه بره يعني، ده الذهاب استحاله. ولا الإياب؟ ده ماتش الذهاب ولا الإياب؟ لا كان في السويس الماتش ده، في السويس. بعمل الكوره يعني كوره بعدت كده على خط الجون بحطها يعني قريش طلعت بره. في الماتش ده كنت عامل ماتش جامد قوي يعني، ماتش كويس. الناس بقى بعد الماتش سابت الاداء، واحنا كسبانين 2-0، طب ده يلعب نادي الزمالك ازاي؟ مش انا بقى كنت بسمع يعني، في اوقات كنت بحط الكلام في دماغي، بس كنت اما بنزل الملعب استحاله ان انا بص انت لعيب بتعتمد على العامل النفسي بشكل كبير، بالظبط من كده. كلامك كده اللي انا بيفوقك. رحت سموحه يا كابتن يعني، الناس باشمهندس فرج
مثلا خالد قمر عنده مثلا حاجه، رونالدو قال لي انا جبت، انت عندي الفتى الذهبي. انتوا كده في اتنين عندكم رونالدو، انت لا 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 عجيزي انت بقى والعجيزي. لا هو الراجل يعني والله الباشمهندس يعني كان بيخلينا ننزل الملعب، والكابتن ميمي برضو والكابتن محمد يوسف في الفتره دي في الماتش ده كابتن. هي دي؟ لا يعني مش انا اللي يعني شوف دي شفت يعني دي ده ما فيش بص استحاله ده بخت ايه؟ انا بقول لك في حاجات كانت بتحصل غريبه يعني. كفايه كده بقى كفايه كده بقى كفايه كده محمد بقى، ما انت يعني ايه الماتش ده كنت لقطات بقى من دي كتير. هات اتفضل كده. بس والله في سموحه الناس كنت بنزل بلعب وانا مبسوط كده، كان اعمل كده تيجي اعمل كده يعني كنت بلعب وانا مبسوط. قعدت اول 3 ماتشات ما اجيبش جوان، محدش بيتكلم.